إبطال محاربة الجريمة بشتى أنواعها، خاصة ما تعلق منها بالممارسات التجارية غير مشروعة لحماية المستهلك والحفاظ على الصحة العمومية. وبناء على معلومات مؤكدة تحصلت عليها الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بوركلة عن وجود مستودع بإقليم اختصاص بغرفة تبريد غير مصرح بها مخصصة لتخزين اللحوم بطريقة غير مشروعة. وبالتنسيق مع مصالح مديرية التجارة ومديرية الفلاحة لولاية وركلة، قامت عناصرنا بمداهمة وتفتيش المستودع، أين تم العثور على كمية معتبرة من مختلف اللحوم الحمراء والبيضاء بعد معاينتها من طرف الطبيب البيطري. تبين أنها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري. على إثرها تم حجز البضاعة سالفة الذكر مع إعداد ملف قضائي ضد المعني وتقديمه أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة وركلة من أجل حيازة وتخزين لحوم فاسدة غير صالحة للاستهلاك البشري، عدم احترام شروط النظافة والنظافة الصحية، ممارسة نشاط أو مهنة مقننة خاضعة لسجل تجاري دون رخصة.